حلل يا دواري. واحد صاحبي في لندن بيحكي لي هدول الناس الغزازول زي معتز وصالح وبيسان ووائل الدحدوح، هدول الناس من وين بيجيبوا هذا الصمود؟ من وين بيجيبوا هذه القوة؟ ايش بياكلوا؟ انا بدي اعرف ايش بياكلوا. انا بدي افرجيك ايش بنفطر. نفطر فول. ايش بدنا نفطر يعني؟ بجيب علبة فول بغزلها على السريع، بحطه في الطنجرة على النار مع شوية مية، وبعدين بجيب الهون والدقاقة، هيك في غزة بيحكوا عنهم. فلفل اخضر، رشة ملح صغيرة، واثنين توم. الفول الغزاوي فيش فيه بهارات، بسيط جدا زي اهل غزة. بعدين بجيب ليمونة وبنزلها على الدقة، هيك صار عندي الغزة الدقوية، الدقة الغزاوية. باخذ نصها في صحن، وبعد ما غلى دقيقة بصفيه شوية شوية، والمية تبعته بدي اخذ منها شوية. الفول الغزاوي بيجي ناعم كتير عكس اهل غزة. بضيف دقة ولمسة المعلمين ومسحة المعلمين، وبحط الدقة على الوجه وبمطرها بالزيت، والزيت بده يضل جنبي. وهذا هو صحن الفول الغزاوي الرائع. حلل يا دواري. تخش على مطعم او بيت في غزة بياكلوا فول، تلاقيه كله ماسك البصلة وبكسر. باخذ البصل زي هيك وبنقول بسم الله. حبيبنا لازم اللي بيحب يتبرع لغزة ويساعد يتبرع لحملة اطبخ لغزة عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني. بتلاقوا رابط في البايو عندي، أو اكتب على جوجل أبو جوليا حملة اطبخ لغزة.